معاناة أليكس تتاه من التوحد، وبنيته الجسدية هذه لم تمنعه يوما من حب اللعبة الأكثر شعبية، حيث يمارسها مع أقرانه في مدرسته الثانوية. أحبها، إنها مذهلة. وبالرغم من أنه يمضي سنته الرابعة مع الفريق ولم يسجل أي نقطة، إلا أن المشاركة تبقى جميلة في نظره. بدأتها في سنتي الأولى، ومن ثم بدأت أعجب باللعبة، ومنذ ذلك الوقت وأنا متعلق بها. ويحظى مارك بمحبة واحترام كبير بين كل زملائه في الفريق. لقد ألهمني بصراحة إنه لا يستسلم، يلعب ويتدرب كأي واحد منا. وفي هذه الليلة الأمر لم يكن مجرد تدريب، بل أعطاه مدربه فرصة المشاركة في اللعبة. مارك حقق في محاولتين لفة كاملة بنجاح، وكأنه أراد القول للكل: حين تقف كل الاحتمالات ضدك، يجب أن تثق في قدراتك على التألق.